وهذه قذيفة سقطت مباشرة على مقربة من الشيك الحدودي بحدود الإسرائيلية. ونحن الآن على مشارف قرية القحطانية، هذه القرية التي تجري فيها الاشتباكات والتي سيطر عليها الجيش الحر بالكامل، والتي تقع متاخمة للشريط الحدودي مع الجولان المحتل في إسرائيل. هذا هو الشريط الحدودي، والقصف مستمر، وتقع العديد من القذائف داخل العمق الإسرائيلي وعلى الشريط الحدودي.